في كل الأحوال ليست عملية عشوائية وهدفها واضح كما قال الأعرجي، والأوضح دقة والتخطيط والتنفيذ. معلومات استخباراتية دقيقة جدا، معلومات عن خطوات الكاظمي ونمط تحركه تؤشر إلى خرق كبير وحساس لدائرته الأمنية الضيقة. السلطات العراقية تعلم إذن الإحداثيات الدقيقة لانطلاق ومكان المسيرتين الهجوميتين اللتين استهدفتا منزل الكاظمي. انطلقتا من شمال شرق العاصمة بغداد وقصفتا المنزل بمقذوفين، أحدهما انفجر والآخر لا. المثير للقلق في العملية هو دقة التنفيذ والإصابات. قذيفة استهدفت باحة المنزل وهو مسار رئيس الوزراء المعتاد، والأخرى غير المنفجرة استقرت على سقف المنزل فوق المكان الذي يجلس فيه الكاظمي عادة. مسار محسوب بدقة 6 أمتار تقريبا، تلك الأمتار التي يتحرك فيها رئيس الحكومة كانت تغطيها المسيرات بمتفجراتها. من يعرف بخطوات الكاظمي داخل منزله؟ المقذوفات المستخدمة في العملية تحوي مادة السيفور، مادة كما تعلمون شديدة الانفجار قادرة على تدمير الدروع. إذن يقول خبراء إن الرسالة كانت مباشرة وقاتلة للكاظمي. المقذوف اسطواني الشكل بغلاف بلاستيكي، له نابط مثبت على الرأس ما إن يلامس الأرض حتى ينفجر. هذا النوع من المقذوفات ينفجر بشكل أفقي يوقع ضرراً كبيراً مكان الانفجار، وهو ما حدث في باحة المنزل حيث انفجر واحد، أما الآخر الذي لم ينفجر سقط على قاعدته وليس على رأسه.